نظم تحالف الجمعيات المدنية تشات مارينا ندوة علمية للتفاكر حول تداعيات الأزمة والوضع الراهن وكذا أسباب الأزمة الاقتصادية وإيجاد الطرق التي تساعد في التخفيف من وطأتها وتفاقمها. محمد عثمان بشير. مناقشة الحلول الواقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ذلك هو موضوع هذه الندوة التي نظمت من قبل تحالف تشاد مارينا، حيث شهدت هذه الندوة تقديم مشاريع عدة من قبل المنظمين لهذه الندوة تمثل رؤية التحالف في كيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تشاد، حيث تناولت تلك المشاريع المقدمة مواضيع عدة مثل مرونة القطاع الزراعي في تشاد، بالإضافة إلى دور الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عشان هسه وجدنا كريز الأزمة دي، يعني ما تدور سوليوشن الكورتر دايرة سوليوشن جرابي، يعني سوليوشن الدايم. عشان ده بس هسه موضوعنا ده كله شغل، كله فتشنا بروبوزيشن الدايم اللي تشاد. المناسبة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من قبل مختصين ومسؤولين وعدد من نشطاء الجمعيات المدنية، حيث تفاعلوا مع هذه الندوة بمداخلات وإضافات عدة جميعها تشيد بهذه البادرة وتؤكد مدى ضرورة البحث عن البدائل المناسبة في ظل هذه الأزمة التي عانت منها تشاد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.